أهلا بكم متابعي قناة اليوم السابع في كل مكان. تشهد الصوامع والشون بمحافظة أسوان إقبال كبير من المزارعين لتوريد القمح المحلي، حيث تتواصل أعمال توريد القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 بمختلف الشون والصوامع على مستوى محافظة أسوان. وأكد المسؤولين عدم وجود أي معوقات في عملية التوريد، حيث يتم تذليل كافة العقبات أمام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة، وذلك لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم. وتعد محافظة أسوان أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح، حيث من المستهدف توريد 131 ألف طن. اليوم السابع أجرى عدة تقارير لأعمال توريد القمح المحلي بشون وصوامع محافظة أسوان، وهو يجري هذا التقرير حاليا أمام مطحن سلندرات حورس بيتفو، حيث يوجد بنكر بالمطاحن إتفو بطاقة استيعابية 23.400 ألف طن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أنا تبع العملاء الموردين في القمح، والحمد لله كل شيء تسهيل، ما فيش أي عقبات من المسؤولين ولا أي حاجة يعني، وتسهيل في الدخول والخروج وكل شيء إن شاء الله تمام، وكله ماشي العملية بانتظام وميتفلوا 14 يعني، مفيش أي عقبات خالص نهائيا يعني إن شاء الله. بتورد كم طن؟ والله حسب الظروف يعني 8 طن 10 طن، انا كمزارع يعني بسيط يعني مش مزارعين جدد يعني، بس مساحة ارضي زراعية خفيفة خالص يعني، وانا كل مورد بروح كل سنة مورد، ما فيش اي عقبات ولا اي عقود ولا اي حاجة يعني. بتستغرق عملية توريد القمح كم ساعة؟ والله يعني حسب ظروف، لو في ازدحام بتاخد لها اقل حاجة ساعة يعني، ولو فاضي بنمشي على طول يعني ان شاء الله، مفيش اي عقبات يعني، وكله تسهيل في الخروج والدخول وتمام يعني، مفيش اي عرقله خالص. اي حاجه بتنشد بها المسؤولين؟ طيب والله بنين بكل خير يعني الحمد لله وتمام، والمحصول زايد ان شاء الله، مفيش اي حاجه يعني. محافظه اسوان اول محافظه على مستوى الجمهوريه اطلقت موسم حصاد القمح هذا العام. اول محافظه ان شاء الله، وحصاد تمام وخير وكله تمام ان شاء الله يعني، مفيش اي عقبات خالص. اليوم السابع يواصل تغطيته المستمرة لعملية توريد القمح المحلي بكافة شون وصوامع محافظة أسوان. اليوم السابع يقوم بمتابعة عملية توريد القمح أمام صوامع مطاحن حورس بيتفو، حيث تشهد المطاحن أو الصوامع مطحن حورس بيتفو إقبال من المزارعين بكافة القرى ونجوع مركز إتفو، والأودية الزراعية مثل وادي الصعايدة ووادي عبادي في نطاق المركز. ناشد المزارعين وموردي القمح بتوفير مظلات تقيهم من حرارة الشمس، حيث تقف طوابير السيارات أمام مطاحن سلندرات حورس بيتفو في العراء، ومما أثار استياء عدد من موردي القمح، حيث ناشد عدد منهم اليوم السابع ب
توصيل صوتهم للمسؤولين لتوفير مظلات وتوفير أماكن لحمايتهم من حرارة الشمس، فيها خاصة مع طول فترة الانتظار لعدة ساعات أمام المطحن.